الليشمانيا أو حبة حلب مرض جلدي أصاب العديد من الناس في بلدة معصران. ما هي أسباب انتشاره؟ وكيف يمكن الوقاية منه؟ وهل يتوفر العلاج اللازم له؟ هذه الأسئلة وغيرها تشاهدونها ولكن بعد الفاصل. بلدة معصران تقع في ريف أدلب الجنوبي وتبعد عن مركز المدينة نحو 45 كيلومتر. ترجع تسمية البلدة إلى كثرة المعاصر فيها. وصل عدد سكان البلدة عام 2018 إلى 18,000 نسمة. شارك أهالي معصران بالثورة منذ عامها الأول، وتشكل أول مجلس محلي في البلدة أواخر عام 2013. تعاقب على المجلس 3 دورات، مدة الدورة عامين وفق النظام الداخلي للمجلس. يتبع للبلدة 6 مزارع تحيط بها، ويوجد في البلدة مركز صحي باختصاصات طبية مختلفة. هذا البرنامج برعاية وحدة تنسيق الدعم ACU. السلام عليكم السادة المشاهدين الأفاضل، يسعدني وإياكم أن أرحب في بداية هذه الحلقة بضيوفنا الأكارم الأستاذ يوسف عباس رئيس المجلس المحلي في بلدة معصران، أهلا وسهلا بك، والدكتور محمد زاهد عساف رئيس المكتب الطبي في المجلس المحلي، أهلا وسهلا بك حكيم. كما يسرني أيضا أن أرحب بجمهور الحاضر معنا من أهالي البلدة، أهلا وسهلا بكم. أهلا وسهلا. أبدأ معك سؤالنا الأول أستاذ يوسف، نريد من جنابك أن تطلعنا على الواقع الصحي في بلدة معصران، وما هي المراكز إن وجدت التي تتولى تقديم الرعاية الصحية لأهالي هذه البلدة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبة للواقع الصحي في بلدة معصران، يتمثل في تواجد مشفى خاص سابقا والعيادات الخاصة والمركز الصحي. طبعا المشفى الخاص خرج عن الخدمة بسبب القصف العشوائي من ميليشيات الأسد على المناطق المحررة، وخرج عن الخدمة، كان يخدم كعيادات ولادة قيصرية بالعمليات الجراحية للقسم النسائي، وفي أيضا عيادات خاصة كعيادات داخلية ونسائية وأطفال والمركز الصحي. حاليا فقط خفض عدد العيادات الخاصة بسبب الوضع الراهن في المنطقة. تتمثل الخدمة حاليا فقط في الخدمات التي يقدمها المركز الصحي في بلدة معصران. طبعا العيادات التي يحويها المركز الصحي هي الخدمات الأساسية التي تتمثل بالعيادات النسائية والداخلية والأطفال. طبعا الجهة الإشرافية على عمل المركز الصحي تتمثل بإدارة ومدير المكتب الطبي في المجلس المحلي، هم متواجدين دائما في المركز وعلى اطلاع بأعمال المركز الصحي والخدمات التي يقدمها. نعم، نشكرك أستاذ على هذه الإجابة. ننتقل إلى الدكتور محمد زاهد رئيس المكتب الطبي في المجلس المحلي، وجنابك أيضا رئيس المركز الصحي الوحيد في هذه البلدة. نريد من جنابك أن تطلعنا على الاختصاصات المتواجدة في هذا المركز. بسم الله الرحمن الرحيم. مركز معصران الصحي كما تعلمون يقع بالريف الشرقي لمعرة النعمان، ويقوم على تقديم الخدمة لعدد يتجاوز 60-70 ألف نسمة في المنطقة لبلدة معصران وما يحيط بها من بلدات وقرى مجاورة. بالنسبة للاختصاصات الموجودة في المركز الصحي، هي عندنا العيادات التالية: العيادة الداخلية وتتألف من طبيب داخلي بإضافة لممرضة تتواجد بدوام إداري صباحا من 8-3، بالإضافة إلى قسم الإسعاف يقوم على خدمة المرضى في الحالات الإسعافية بوجود طبيب إسعاف مع حوالي 3 ممرضين وممرضات موجودين بقسم الإسعاف. في عنا عيادة الأطفال، يكون هناك في طبيبين أطفال اختصاصيين أطفال مع ممرض وممرضة موجودين بدوام إداري. أيضا في عنا العيادة النسائية، في طبيب نسائي مع كادر
نسائي كامل مقابلي وممرضات موجودين بدوام إداري، بالإضافة لخدمة التوليد على مدار الساعة بوجود قابلي وممرضة على مدار الساعة. هناك أيضا العيادة المفصلية والعيادة التخصصية الوحيدة في الشمال السوري المحرر التي يرتدها المرضى من كافة أنحاء الشمال السوري بتحويلات من المشافي والمراكز العامة والخاصة في كل منطقة. بالنسبة للخدمات الأخرى أيضا هناك مخبر يقوم أيضا بتقديم الخدمات المجانية، وهناك يقوم على العمل به في ممرضين أو فنيين مخبريين اثنين، عدد اثنين، بالإضافة إلى تصوير شعاعي بوجود فني أشعة، بالإضافة إلى عيادة اللوشمانيا ويقوم عليها ممرض متمرن ومتمرس في علاج اللوشمانيا. هناك طبعا لدينا علاج وتشخيص للشمانيا في بمركز معصران الصحي. نبقى معك أيضا، هل التخصصات التي تفضلت بذكرها يتولاها أطباء متخصصون أم هي عبارة عن خبرة اكتسبها أو طلاب في الجامعة لم يتخرجوا وهم يداومون الآن؟ لا، بالنسبة للعيادات كلها عبارة عن عيادات تخصصية في أطباء متخصصين، بالنسبة للداخلية والنساء والأطفال والمفاصل كله أطباء متخصصين معهم شهادات عليا بالتخصص. نشكرك على هذه الإجابة دكتور محمد زاهد. أهلا بك. ننتقل الآن إلى جمهورنا الكريم، من يود أن يطرح أي تساؤل على الضيوف؟ في ملاحظة، يعني في بعض العيادات نقص في المركز الصحي ولازم تتوفر يعني، والأهالي بيطلبوها يعني. افضل ما يروحوا على المعره اللي تبعد شيء 17 18 كيلومتر وهي ما موجوده طبعا العياده في المركز الصحي. ما هي العياده؟ مثلا غرفه عمليات قيصري نسائي او عياده سني او عياده عيني، هودي مطلوبات يعني لدى الشعب بشكل عام. نشكرك اخي الكريم. من يود طرح سؤال اخر تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد ابراهيم من قريه معصران. نحن في قرية معصران نعاني من مشكلة لدغة بعض الحشرات الخطيرة كالعقارب والأفاعي، والكادر الطبي في المستوصف يقدمون الإسعافات الأولية مشكورين، ولكن نحتاج إلى مصل للدغة العقارب والأفاعي. البارحة حدثت معنا قصة هنا، أحد الشباب لدغته أفعى فتوجهنا به إلى المستوصف وقدموا له الإسعافات الأولية، ولكن لعدم وجود المصل توجهوا فيه إلى مشفى معرة نعمان والذي تبعد حوالي 20 كيلومتر عن البلدة، وتم تقديم العلاج له. هل بالإمكان يعني نطالب بتوفر مصل في القرية؟ نشكرك أخي الكريم. الجواب لديكم دكتور محمد زاهد. بالنسبة لتوسعة الاختصاصات والعيادات في المركز الصحي، ثم موضوع توفر المصل الخاص بلدغات الحشرات. بالنسبة للعيادة التخصصية دائما هي، نحن المركز عندنا اسمه مركز رعاية صحية أولية، يقدم الخدمات الأساسية هي الداخلية والنسائية والأطفال. وجود العيادة التخصصية يقتضي أنه نحول المركز لشيء اسمه مركز رعاية صحية ثانوية، وبنظام الصحة العالمي حتى والمحلي هذا الموضوع غير يعني ممكن حاليا. ممكن نحن نتوجه ب يعني طلب الدعم من يعني اماكن اخرى لتقديم هذه الجزئية من التخصصات. حاليا هناك دراسة من احد المنظمات لحتى تدعمنا هالاختصاصات اللي حكى عنها الاخ ان شاء الله. لا، موضوع المصل، موضوع المصل، مصل، وجود المصل في المركز غير ممكن حاليا لعده اسباب. اول سبب، عند المريض ما يتعرض للدغ افعى او عقرب، طبعا هو اللدغات اللي بيتعرضها المريض ممكن يوصل عنده اربع مراحل. المريض لما بيتوصل لمرحله انه يحتاج مصل، معناتها المريض بحاجه لمشفى وبالتالي مراقبه. وجود المصل لا يعني نحن بإمكاننا نوفر المصل، حتى الشراء خاص ما في مشكلة، بس لكن إمكانية المراقبة في المركز غير واردة. بده يكون مشفى، مونيتور، عناية معينة لحتى إمكانية إعطاء المصل بطريقة صحيحة. نعم. الآن نبقى معك دكتور. نعم. ما هي أهم احتياجات المركز الصحي في بلدة معصران؟
هلا المركز ان من ناحيه نعم. عفوا ان من ناحيه الكوادر او ناحيه تجهيزات او غيرها. هلا بشكل اساسي نحن المركز يحتاج سياره اسعاف بشكل اساسي، هي كثير مهمه حاليا عندما يعني يحدث لدينا اسعاف نضطر للاتصال بمنظومه اسعاف موجوده باقرب نقطه حوالي 15 كيلومتر، وبالتالي هناك وقت معين حتى تصل الى المركز ونقل المريض الاسعافي، وهذا يضيع المريض فرصه كبيره احيانا في انقاذ حياته. سياره اسعاف بالدرجه الاولى. الاحتياج الثاني المهم كثير هو العياده السنيه. طبعا نحن حاليا نسعى لفتح عيادة سنية، ولكن الإمكانيات حاليا محدودة كتير مهم. زائد مثل ما حكى الأخ في عيادات تخصصية مثل العينية والأذنية والجلدية، هاي كتير مهمة للمركز. من حيث الأجهزة؟ الأجهزة اللي حسب الاختصاصات المتوفرة حاليا تعتبر تتناسب مع الاختصاص الموجود، يعني تعتبر جيدة إن شاء الله. نشكرك دكتور على هذه الإجابة، وننتقل إلى الأستاذ يوسف رئيس المجلس المحلي. ما هي خطط المجلس أو ما بإمكانكم مساعدة المركز الصحي في تلبية احتياجاته؟ أخي الكريم، بالنسبة للاحتياجات اللي ذكروها الضيوف اللي ناقشها الدكتور، عفوا تقصد الجمهور الكريم؟ عفوا الجمهور الكريم. بالنسبة لنا كمجلس محلي بتعاوننا مع المنظمات الداعمة خارج قطاع مديرية الصحة، نحن حاليا بالاشتراك مع مدير المكتب الطبي دارسين عم نعمل على دراسة مشروع تأمين عيادة سنية، تجهيزات عيادة سنية، تجهيزات عيادة عينية، بالإضافة لتجهيزات مركز علاج فيزيائي تابع كله للمركز الصحي. والمشروع قيد الدراسة إن شاء الله عن طريق برنامج تطوير، وإن شاء الله نأمل أنه تجي الموافقة عليه، وبس تمت الموافقة على المشروع راح نبدأ بالتنفيذ إن شاء الله فوري بتأمين احتياجات هذه العيادات. بيبقى هون دور المركز الصحي في تأمين التكاليف التشغيلية والكوادر الطبية لهذه العيادات. نشكرك أستاذ يوسف على هذه الإجابة. السادة المشاهدين الأفاضل، تشاهدون في القسم الثاني من هذه الحلقة مرض اللاشمانيا أو حبة حلب، انتشارها في هذه البلدة، الأسباب، وهل يوجد العلاج الكافي؟ أرجو أن تتفضلوا بالبقاء معنا. ذبابة الرمل انتشرت مؤخرا في بلدة معصران بريف إدلب الجنوبي. لسعة الذبابة تسبب ما يعرف بحبة السنة أو حبة حلب، أي اللاشمانيا، وهي نوع من الأمراض الجلدية الذي يظهر على شكل تقرحات تسبب ندوبا في حال عدم العلاج، والذي يعتمد بالدرجة الأولى على الحقن الموضعية والعضلية. في معصران يعاني الأهالي من نقص في الأدوية العلاجية لهذا المرض. ابن أختي أنا وكيل أمره عنده حبة في إيده تعالجت وتم وضعها إسا، يعني ما في أدوية في الضيعة لحتى يعالجوها. وفي ناس تانين يعني كتير ناس تانين ما تأملهم علاج مشان حتى السنة. عساف عساف طبيب أطفال يعمل في مركز معصران الصحي، ويؤكد توافر العلاج الموضعي للاشمانيا، لافتا إلى نقص في العلاج العضلي. للأسف الشديد منذ أكثر من 4 أشهر لا يوجد أو علاج اللاشمانيا العضلي مفقود وغير متوفر لدينا في المركز منذ أكثر من 4 أشهر. يتوفر لدينا فقط حاليا العلاج الموضعي، وهو ما تم جمعه من بعض التبرعات لاستمرارية العمل ولاستمرارية علاج المرضى وعدم انقطاع الخدمة الطبية لدينا في المركز. للاشمانيا أشكال عديدة، يعتبر الحشوية منها هو الأكثر خطورة، ولكن يمكن تدارك جميع أنواع المخاطر المنضوية على هذا المرض بالوقاية منه. فما هي جهود المجلس المحلي في هذا الإطار؟ مرحبا بكم مجددا السادة المشاهدين الأفاضل. تابعنا وإياكم التقرير الذي عده فريق العمل، والذي يتحدث عن انتشار حبة حلب أو الليشمانيا في هذه البلدة. نبدأ سؤالنا الأول في هذا القسم من الحلقة مع الدكتور محمد زاهد، لو تفضلت علينا، ما هي أسباب انتشار ذبابة الرمل المسببة لهذا المرض؟
طبعا هو مرض الليشمانيا عبارة عن مرض وبائي، سببه مثل ما ذكرت أستاذ هي ذبابة الرمل اللي تقوم بلدغ المريض وبالتالي تنقل الطفيلة للجلد. هناك نوعين من المرض الليشمانيا، المرض الجلدي والمرض الحشوي. الانتشار الموجود حاليا هو المرض الجلدي، الحشوي نادر الحدوث ولكنه موجود بشكل قليل. سبب انتشاره هو طبعا بشكل أساسي هو عدم الاهتمام بالنظافة العامة بشكل أساسي، وعدم رش المبيدات الحشرية بشكل دوري وللقضاء على هذه الذبابة التي هي سبب انتشار هذا المرض بشكل أساسي. نعم دكتور، هل لديكم إحصائية بعدد المصابين الذين يراجعون المركز يوميا؟ ثم هل لديكم إحصائية شاملة لعدد المصابين خلال الستة أشهر الأخيرة؟ عدد المصابين حاليا الذين يرجعون المركز بشكل عام، العدد الكلي المصابين هم انه حوالي 700 الى 800 مريض مصابين بالليشمانيا الجلديه. عدد المراجعات من خلال هؤلاء المرضى تتجاوز خلال ستة أشهر الماضي حوالي تقريبا شيء 6000 مراجعه للمرضى، يعني المريض يحتاج الى جلستين او 3 جلسات اسبوعيا، وبالتالي عدد زيارته للمركز شهريا ممكن تكون حوالي 10 مرات شهريا، وبالتالي عدد المراجعات للمرضى حوالي 6000 مراجعة. بالنسبة لعدد المراجعين هو طبعا نحن نستقبل المرضى بشكل يومي بالنسبة للعلاج، بالنسبة للتشخيص المخبري هناك تحديد لأيام محددة في الأسبوع لإجراء الفحص المخبري لهذا الطفيلة. عدد المرات التي يداوم فيها المخبر المتخصص أسبوعيا؟ المخبر لدينا موجود بشكل يومي، ولكن هناك تحديد يومين في الأسبوع لفحص للفحص النتيجة لحبة حلب، يعني للمرضى الذين يعانون من مرض الليشمانيا. نشكرك دكتور. ننتقل إلى الأستاذ يوسف. تحدث الدكتور محمد زيد عن أن من الأسباب انتشارها هي قلة أو انعدام رش المبيدات، أين دور المجلس في هذا الأمر؟ بناء على الإحصائيات اللي أمنها المكتب الطبي من المركز الصحي، قمنا نحن كمجلس محلي وبناء على التوصيات من هون قمنا بعملية محاضرات توعية صحي لتخفيف من انتشار الحبة من خلال ترشيد في النظافة وأعمال النظافة من خلال مختصين بالصحة. ثانيا قمنا باقتراح مشروع على برنامج تطوير الذي يقدم الدعم للمجلس المحلي بتنفيذ مشروع رش المبيدات الحشرية داخل البلدة عبر مختصين بهذه المهنة. متى سيبدأ رش هذه المبيدات؟ إن شاء الله خلال الأسبوع القادم سيبدأ المجلس المحلي بتنفيذ مشروع رش المبيدات داخل البلدة للتخفيف من انتشار حبة الليشمانيا. نشكرك على هذه الإجابة أستاذ يوسف. ننتقل إلى جمهورنا الكريم الحاضر معنا، من يود طرح أي سؤال حول موضوع الليشمانيا وانتشارها في هذه البلدة. بسم الله الرحمن الرحيم. نتيجة تعرض عندي 3 أطفال تعرضوا لإصابة الليشمانيا، تابعت علاجهم في المركز الصحي بس الدواء ما جاب نتيجة، أخذتهم على طبيب خاص في بلدي مجاورة، خلال جلستين كانت الحبة من هي على الخالص من وجههم. يعني بقى أنا عندي سؤال أنه المستحضرات الطبية اللي عم تنعطى أو الدواء اللي عم ينعطى لهي الليشمانيا إذا في مجال يعني مراجعته أو يجيبوا شيء يجيب نتيجة يعني في الموضوعات. نعم نشكرك على هذا التساؤل. ما لدي سؤال آخر؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الأخ عبد الله محمود أحمد من قرية معصران. أنا بوجه سؤالي إلى الدكتور زاهد، ما هو الوقاية من هاي الحبة الليشمانيا؟ ووجه سؤالي للدكتور الأستاذ يوسف، ما هي المبيدات الحشرية اللي بتنبخ لها الحبة الحشرات لما تشكل في البيت معاق لهذا الشيء؟ نشكرك أخي الكريم. لديكم الإجابة دكتور زاهد. موضوع فعالية الدواء المستخدم في المركز، وأيضا لو تطلعنا على توفر الدواء في المركز الآن. بالنسبة للعلاج لمرض الليشمانيا هو بدواء اسمه الجلوكانتيم، حاليا هو يأتينا عن طريق منظمة اسمها المينتور، ويكون بإشراف إشراف مديرية صحة إدلب.
يتم استقدامه عن طريق الحدود التركية. موضوع الرقابة الدوائية هي موضوع خاص بمديرية صحة إدلب، نحن جهة متلقي نستخدم الدواء وتحت رقابة دوائية معينة، إمكانية أنه فحص الدواء يكون عن طريقهم أنه فعال أو غير فعال، هاي جهات مختصة بمديرية الصحة، نحن لا نملك أن نقول أنه فعال أو لا إلا من خلال مديرية صحة إدلب. توفر الدواء؟ الدواء متوفر إلى كان متوفر بشكل جيد من حوالي 5 أشهر، انقطع الدعم بشكل كامل عن إرسال الدواء للمركز الصحي، وبالتالي صار عندنا مشكلة في العلاج، مشكلة زيادة في أعداد حبات السنة، تعنيد على العلاج أكثر نتيجة انقطاع العلاج، لأنه أحد أسباب التعنيد على العلاج أو عدم استجابة المريض للعلاج هو انقطاع العلاج أو عدم استمرارية العلاج بشكل جيد، وبالتالي حبة السنة تكون صعبة العلاج. دكتور، هل ظهرت أنواع من هذا المرض تعتبر وباء أو يصعب علاجها أو هي مراحل خطيرة من انتشار هذا الوباء؟ بالنسبة لهذا الوباء هو منتشر حاليا بسبب عدم توفر العلاج وعدم توفر الوقاية من انتشار هذا المرض، وهو رش المبيدات الحشرية. نعم. مثل ما ذكرت من شوي أنه التعنيد هو سبب عدم استمرارية العلاج، وليس هناك أنه ذراري جديدة، التعنيد بسبب عدم استمرارية في العلاج. أهم إجراء يجب اتخاذه للوقاية من هذا المرض؟ أهم إجراء هو التدابير النظافة العامة والشخصية عند الناس بشكل أساسي، زائد التدابير العامة هي رش المبيدات الحشرية، القضاء على ذبابة الرمل التي تنقل الطفيلة فقط. هدول موضوع الصرف الصحي والمكشوف هل له تأثير مباشر على هذا؟ تأثير مباشر أكيد، لأنه الصرف الصحي المكشوف هو سبب انتشار هذه الذبابة وغيرها من الحشرات التي منتشرة بشكل شديد حاليا، وبالتالي زيادة أعداد الإصابات أكثر. أستاذ يوسف، معك الكلمة الأخيرة في هذه الحلقة، موضوع شبكة الصرف الصحي، هناك جوار مكشوفة غير مقطعة، ماذا سيعمل المجلس المحلي لتغطيتها لمنع انتشار ذبابة الرمل؟ أستاذ الكريم، صح مثل ما ذكرت، حاليا في بداية الأسبوع القادم إن شاء الله راح نقوم على تغطية مجرى صرف صحي بطول 775 متر، أيضا في جوار بدي يصب بها الصرف الصحي، أيضا راح نقوم على تغطيتها لتخفيف انتشار الحشرات المؤدية إلى حبة اللاشمانيا. نشكرك أستاذ يوسف. أستاذ المشاهدين الأفاضل، لا يسعنا في نهاية هذه الحلقة إلا أن نتوجه بجزيل الشكر لضيوفنا الأكارم، الأستاذ يوسف عباس رئيس المجلس المحلي في بلدة معصران، شكرا لك أستاذ يوسف، والدكتور محمد زاهد عساف رئيس المكتب الطبي في المجلس المحلي في بلدة معصران، شكرا لحضورك دكتور. الشكر الجزيل لجمهورنا الكريم الحاضر معنا، شكرا لكم أيها الأخوة. السادة المشاهدين الأفاضل، نشكر حسن مشاهدتكم واستماعكم، لمن يود مشاهدة هذه الحلقة وغيرها فليتفضل بزيارة موقع قناة حلب اليوم الفضائية على شبكات التواصل الاجتماعي، وإلى لقاء جديد في حلقة جديدة، والسلام عليكم.